عجبني بحر هادي تفكرتها. وانا غادي نقول لك باللي نحكي لك تاريخ، نحكي لك تاريخ جا سابق عصري، رويته يا الفاهم من ناس كبار، وفيه تكلموا على وهرن بكري من ساعة الخلوفي تنعاد خبار. تاريخ 39 هجري فيه غزالة الظالم وبن الأسوار، سانتا كروز طاهرة بن الكفري من شوحال معبدها الكفار. وهرن من أصلها المرسى والحمري، سانتا طوان شهدة بقي آثار. وهرن وهرن وين عزك وقداري، وين يا وهرن ويلك يا وهرن يا شيخ البحري. وين البهبي وين صابر والهواري، بلاوي وزان بلاوي وزان نغمة والقيطار، وين عدا اه وين عدا وين الحياة وين وين الشكل البحري وين. 31 هو ترقيم مدينة مكونة من 5 حروف وتاريخ عريق يحرسه أسدان، السيدة المجنحة وولي صالح يسمى سيدي الهواري. من السماء كانت الصورة تبدو هكذا، أما على الأرض فقد كانت سواعد الجزائريين تسابق الزمن من أجل تجهيز المنشآت الرياضية. وقتها لم تكن الأرضية عائقاً في تثبيت أعمدة الحدث المتوسط بقدر الكلام الذي كان هنا وهناك. القرية المتوسطية جسدت المقولة الشهيرة العالم قرية صغيرة، وهنا استطاعت وهران استقبال الكثير من الوفود في غرف ليس مهما تصنيفها بعدد النجوم، ما دام أن وهران المضياف بسكانها تسع كل نجوم السماء. حمل المشاركون وهران صغيرا وذكريات كبيرة عن عروس المتوسط. هناك مدن نسكنها، لكن وهران سكنت قلوب رياضي 25 دولة مشاركة. وهران في القلب. 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 وهران في السرطان. وهران في القلب. 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 وهران في السرطان. وهران في القلب. وهران في القلب. وهران في القلب. وهران في القلب. Muchas gracias y nos vemos la próxima. الافتتاح هو الواجهة بالنسبة للناس اللي خارجين من التنظيم، وهو أهم حاجة اللي يشوفوها الناس، وفي العادة هو الحاجة الوحيدة اللي يشوفوها. كثير ناس بيشوفوش حفل الاختتام لكن يتابعوا حفل الافتتاح. حاجة أخرى كثير من الناس اللي ميتابعوش المنافسات، لكن حفل الافتتاح دائما يبقى
عرض يعني متكامل الناس تحب تشوفه. أنا حبيته بداية حبيته يكون حفل افتتاح نكهة أولمبية. الناس كي تشوفه تحس اللي راهي تشاهد في ألعاب أولمبية. كوريغرافيا الترونات اللي جات في مرحلتين في حفل افتتاح. الأولى في النشيد الوطني وين 500 درون طلعناهم ورسموا لون العلم الجزائري بالألوان أبيض أحمر أخضر. بعد ذلك اللون العلم يتغير في أقل من 20 ثانية واللي هو الرمز تاع الستينيات الاستقلال الجزائري. يوم الافتتاح كان 850 فنان اللي شاركوا وظهروا في الكاميرا. كانت مهمة جدا هذه الموسيقى أن تكون تعبيرية وتكون سينمائية درجة كبيرة فيها الإيحاء وتخلي سردية الصورة مهمة جدا ناحية عنصر الماضي ناحية الذي الشخصي اللي تجي وتبدأ تحكيها وتتكلم مع بطريقة كلاسيكية. ما حبيش نكتب نص باش ما نشتتش الانتباه للمتفرج ما يبقاش يشوف الكتابة هو عنده كل عناصر أخرى. خليت الموسيقى هي اللي تنقلنا في تاريخ وتنقل الشحنة العاطفية هذيك اللي لازم تكون. رحت في شيء يكون مينيماليست وين عنصري يعني الموسيقى البدائيين هما الصوت والإيقاع. كنت لاحظ يعني هذه اللوحة تبدأ بإيقاع توفر تك توفر تك توفر تك تك توفر تك توفر تك توفر تك توفر تك 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 ما تدخل هنا كورال في ذكور إناث صغار وكبار يغنوا كلمات اللي تقول كنت بالحفاد مشي والباسيلية سترة وخير الرزق ما يكفي إن الصبر للفقر. هذه الحقيقة هي كلمات سيدي الهواري. هذا هو المكان الطبيعي للجزائر، البلد القارة يعود لتنظيم الألعاب منذ سنة 1975 ليجمع دول حوض البحر الأبيض المتوسط وبشعار وهرن في القلب. افتتاح الطبعة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران 2022. تحية الجزائر. كان المهرجانات اللي كانت متوقفة منذ سنوات نحكي مثل مهرجان وطني لأغنية الراي، مهرجان محلي للأغنية والموسيقى الوهرانية، المهرجان الدولي للرقص الشعبي تاع سيدي بلعباس، هذو كاملين كانوا متوقفين منذ على الأقل 4 أو 5 سنوات، كان حتى 2015 يعني منذ 7 سنوات. أنا انتهزت فرصة في هذه المناسبة أنه نعود نحيو هذه المهرجانات ونبعثوها من جديد ونعاونوا المحافظات يعني ماديا ومعنويا باش تعاود تقدم يعني طبعات متميزة. وهذا الشيء اللي كان والحمد لله سواء على مستوى المسرح لو الطلق أو المسرح الجاوي أو مسارح مثلا في سيدي بلعباس. مانيش مكسية برزق الحرام هذا المتالبة ما يحبش شوية داني 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 يا ماما أنا وغزيني فاش بلد الضفل وغزيني في وعرق.
خارطة وهران الثقافية والفنية رسمتها أسماء ثقيلة تشكل اليوم رمزاً للباهية. هذه المدينة التي تنجب كل يوم مبدعاً في كل المقامات والألوان، وتصعد سلم الفن من الرابع إلى السابع، تتفرد بكونها موطن فن تعرض له الظلاميون الذين اعتقدوا أنهم قتلوا عندليب الرأي الجزائري. وراء نجاح الطبعة العالمية في وهران الدولة الجزائرية التي سخرت كل الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح العرس المتوسطي، فاعترف ضيوف الجزائر منذ أن حطوا الرحال بعروس المتوسط. أما أعداء النجاح فشككوا حتى قبل انطلاق الألعاب، تشكيك لم ترد عليه الجزائر إلا ميدانياً وعلى لسان رياضيين من ثلاث قارات أكدوا على قدرة الجزائر في تنظيم منافسات من المستوى العالمي. L'organisation est faite selon les standards internationaux prescrits par la Fédération internationale. أنا جبني ياسر، ما كنتش نتوقع اللي باش تكون لوفرتور هكا. عملت معناها الكل، ديجا مش كان انا وحدي، معناها الكل استغربنا. قلنا الامبيونس كانت باهيه ياسر، وفرحانه ياسر اللي جيت لهنا، وان شاء الله العام الجاي يعملوها كيف كيف لهنا نفس البقعه. On est très content d'être ici et on n'attendait pas, bah je pense que c'est bien fait, c'est bien organisé. On n'attendait pas l'organisation comme ça, on est vraiment étonné. On est Bah, c'était une surprise pour nous parce qu'on n'avait pas entendu bien parler au début, mais là, depuis que les Jeux méditerranéens ont commencé, on voit que ça améliore chaque jour et on est vraiment content d'être ici. C'est aussi la première fois que je viens en Algérie et à Oran. On a été super bien accueillis, les Français. On sent que tout le monde est là pour nous aider et ça fait vraiment plaisir. On est vraiment accueillis chaleureusement. La cérémonie d'ouverture, c'était très sympa. مختلفة عن حتى الدورات. أنا كنت موجود في الدورة الأولمبية ومكان الإقامة كان عبارة عن شوارع. هنا مكان الإقامة غرف ما بتضمش أكتر من واحد أو اثنين، يعني شبه غرف فندقية. فدي حاجة مختلفة عن الدورات اللي أنا حضرتها بما فيها الدورة الأولمبية طوكيو 2020. فدي حاجة تتحسب للجزائر. So we are so happy to see Algerian people like that. So we also like organization, all of that, the athlete village and also the competition area, we like it too much. So thank you for Algerian people and Algerian government. أنا أعتقد إن الحكومة الجزائرية شاركت في هذا التنظيم بالدعم اللا جزئي واللا محدود، لأن أنا شايف إنشاءات عالية المستوى، التنظيم على أعلى مستوى، القرية متوسطية جميلة جدا، المطاعم على أعلى مستوى، تنظيم المنافسات، دخول الجمهور وخروجه، حاجة جميلة جدا. يعني إحنا ما كناش متخيلين إن هتبقى بهذا النجاح الكبير، إنما دي طبيعي جدا إن إحنا موجودين في وهران الجزائر. The highlight of these Mediterranean games is the opening ceremony. It was I was overwhelmed and I just can't describe the feeling I had at the opening ceremony. The Algerian people at the stands were so welcoming and we felt the support from them. So it just I can just say thank you Algeria, I thank you Algerian people for the warm welcome and support. I like so much because there is so many, it's so hot, it's like Italian and I love so much. كسر الجمهور الوهراني قاعدة الحضور الغفير في مدرجات كرة القدم فقط، حيث سجل توافدا قياسيا في مختلف الرياضات منها الملاكمة. عشاق الفن النبيل أرادوا مشاهدة عن قرب الضربة القاضية التي وجهتها الجزائر للمشككين في عدم قدرة وهران على استضافة هذا الحدث الكبير. لم يقتصر الحضور الجماهيري على المنافسات الأكثر شعبية فقط،
بل سجل تواجده على مدرجات كل القاعات والملاعب حتى في الاختصاصات الجديدة، فكان حاسماً في الكثير من المنافسات من خلال دعم الرياضيين الجزائريين للحصول على إحدى مراتب البوديوم، كما أعطى نكهة خاصة لم يسبق وأن عاشتها الطبعات الماضية، فكان العامل الأساسي للنجاح الخرافي للطبعة 19 بوهران. إنجاز تاريخي وتألق باهر لكل الرياضيين من حوض البحر الأبيض المتوسط الذين عضوا على الذهب ومعادن أخرى في دورة عرفت مشاركة 3390 رياضياً من 26 دولة واتحاد أولمبي. والأبرز في كل هذا هو تحقيق 18 رقماً قياسياً جديداً في ألعاب القوى والسباحة والرمي ورفع الأثقال. لم يقتصر تحطيم الأرقام القياسية على الرياضيين في تخصصات مختلفة، فالجزائر حطمت أرقاماً قياسية لم تشهدها دورات ألعاب البحر الأبيض المتوسط منذ نشأتها، بدليل استقبالها لأكبر وفد في تاريخ الألعاب بمشاركة عدد إجمالي بلغ 5114 بين رياضي ومرافق ومدعو، فضلاً عن التسهيلات الإدارية فيما تعلق بالتأشيرة لدخول الجزائر وإكرام كل ضيوف العرس المتوسط إيواءً وإطعاماً كان على عاتق الجزائر في سابقة هي الأولى من نوعها. Yeah.
التقارب بين شعوب القارات الثلاث في قلب وهران هو قيمة إنسانية سعت إلى تحقيقها جزائر السلام. فألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران كانت بشعار أنت منافسي ولست عدوي. وهران في القلب.